السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مهندس نور فرج، ميتال انجينيرينج، كاليفورنيا يونيفرستي، يونايتد ستيتس. يعني معايا هندسة معادي من جامعة كاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية 2010. اشتغلت بوزيشن الميجور بتاعي اس تي بي بايلوت، ودي اللي هي السليري بريك ميد بلانيت، نقدر نقول عليها محطة معالجة الأنفاق. اشتغلت في الأنفاق في فينسي كونستراكشن، اشتغلت معاهم في مشروع ألف مسكن. اشتغلت في محطة هارون، هليوبليس، ألف مسكن. اشتغلت في العتبة، جمال عبد الناصر، بابا شافت. كنت ريزيدنت في الإي سي بي سي، يعني أنا كنت المسؤول عن الخرسانات الجاهزة اللي بتيجي تركب في النفق. اشتغلت لوجيستيك، اشتغلت سيفل، اشتغلت تمل، اشتغلت في تقدر تقولوا جنرال في الانفاق. انا اللي باني الام اس اللي في العتبه، انا اللي باني الام اس اللي في امبابا شافت، انا اللي باني الام اس اللي كانت في محطه هارون. خليني اتكلم عن ان انا برضو اشتغلت في نيذرلاند في لايدن، راجع شهر 10 اللي فات. المفروض ان انا كنت مسافر بريطانيا شهر 5 الجاي، بس طبعا البروجكت ستوب فور سام ريزون اي دونت نو، بس الواضح ان هي كورونا الفيروس الجديد اللي ظهر في بريطانيا. فانا ليا صديق عزيز عليا يعني طلب مني ان انا اشتغل في الشقه بتاعته كاشتباك، وحقيقه هو عزيز عليا، فانا ما كسفتوش يعني، وانا ما بحبش القعده عموما، فانا نزلت ان انا اخدتها خلص له فيها تشطيبات. الشقه 163 متر براكسيتي مول. انا طبعا لما دخلت الشقه كانت مبهمه بالنسبه لي، لان دي حاجه جديده عليا، وانا عملت الفيديو يعني بناء عن طلب الناس، ان هي طلبت مني ان انا اعمل الفيديو دوت واشرح فيه شغلي، ان هم مبسوطين من الشغل. وفي نفس الوقت في يعني اللي شجعني، مش كلام الناس بس، اللي شجعني ان انا اشرح للناس التكنيكال اللي المفروض هم يخلوا بالهم منه، خصوصا في الشقه لما تكون طوب احمر، وازاي ان هم يقدروا يعني بشغل بسيط ان هم وبدون تكلفه عاليه برضو. طبعا في حاجات انا هتكلم فيها بالتفصيل، وفي حاجات انا هشرحها في فيديوهات تانية، مثلا زي ازاي ممكن نجيب السلك السويدي الاصلي، وايه الفرق ما بينه ان انا اجيب حاجه تقليد واحطها وخلاص، لان ده تقريبا بيكون بنص الثمن. ازاي ممكن اختار مواسير الفريون، مواسير التكييف سوري، والمفروض ان مواسير الفريون هي بتكون ثلاث انواع. طبعا احسن نوع فيهم الجنوب افريقي، طبعا انا هشرح ده بالتفصيل برضو، بس خليني انا اشرح لكم بدايه التجربه معايا. لو في حد عنده شقه وعايز يتخيل المفروض يعمل ايه، بدل ما يبني ويكسر ويقول لا دي كانت كده شكلها احسن، لا دي كده انا هعملها، لا دي كده شكلها مش ظريف انا هغيرها. احنا نقدر نرفع مقاسات الشقه بشكل بسيط ونرسمها على سكتش اب، وبالتالي ان انا لما هشوف شكل الشقه وهشوف الفرنيتشر بتاعتي وتوزيعتها اقدر ان انا اعدل في الرسم بدون اي تكلفه، ما عنديش اي مشكله. في الاخر بناخد خدت ابروفد على الرسم، خلاص تمام نفذ. فبنفذ بتظهر قدامي فكره حلوه بشرحها. طبعا في حاجات تكنيكال في الفواصل، في الكهرباء، في حاجات كتير انا هشرحها بالتفصيل. فانا ممكن حتى في العزل في الحمامات، المواد الكيميائيه المستخدمه انا هوريكم مثلا الشغل على السكتش اب شكله عامل ازاي. في مثلا شقتنا هي زي ما قلت لحضراتكم 163 متر. طبعا دي دخلت الشقه، عندي هنا ده باب الشقه، ده المفروض ان هو نيش متسابع على متر و40 من الباب، بحيث ان هو لما يفتح، طبعا الباب نصف مصفح، والباب انا مركبه قبل المحارة عشان يتمحر عليه يبقى سترونج كفاية. عندي هنا ده النيش، عندي هنا السفرة، عندي هنا المطبخ الامريكاني، والمفروض ان احنا هنعمل في الجزء دوت عتبة السكنس بتاعها 5 سنتي، يدوبك تكون رامية بره حوالي 10 سنتي، والرخامة هتكون يعني العتبة هتبقى
العرض بتاعها حوالي 60 سنتي، بحيث ان الرخامة هتيجي 80، يبقى هي شايلة الرخامة عندي وتكون مش ضعيفة. عندي ده المطبخ، المفروض ده البوتاجاز هيكون في المكان دوت، وجنبه هيكون في ديب فريزر، والتلاجة هتكون في المكان دوت. عندي هنا في غسالة، عندي هنا ثانية واحدة، عندي هنا في الغسالة، الغسالة فوق منها غسالة الأطباق، قبل منها هنا في الحوض طبعا، وهنا كمان أنا عامل حوض رخام في قلب المطبخ الأمريكاني، في قلب المطبخ من هنا. عندي هنا طبعا قبل الحوض هيكون في دولاب خزين في الجزء دوت، وجنب منه فوق منه سوري في صفاية. عندي الحمام، وهنا المفروض ان ما بين العمود دوت لحد هنا هيجي البانيو. عندي الجزء دوت زي ما حضراتكم شايفين الكتف كده، طبعا دي كانت فاضية، انا عشان اخلي المكان ده سريت انا بنيت هنا حيطة عشان يبقى المكان داخل مستقيم. طبعا انا لما هرمي البانيو هنا في ظهر العمود هيطلع معايا حوالي 40 سنتي بره. هنا هيكون في ظهر الغسالة هيكون في غسالة، هنا دي ظهر الغسالة هيكون في غسالة، في هنا الحوض، بعد الحوض في عندي هنا المكان الفيشة اللي هيطلع منها للشفاط، والفيشة اللي هيطلع منها للسخان، السخان هيكون هنا. يعني نقدر نقول غسالة حوض فوق منه سبوت، في كشاف طوارئ، طبعا ما هشرح ده كله بالتفصيل وهوريه لكم على الطوب الاحمر. طبعا الحمام اتعزل وهبين طريقه عزله هتكون ازاي. عندي القعده هتكون هنا. عندي بعد كده ممكن اتكلم عن الغرف، ودي هتكون غرفه الضيوف. طبعا انا لسه ما خلصتش الرسم. عندي هنا ده هيكون سرير، والسرير معمول بالشكل ده لان المفروض ان هنا في عمود، انا هوريه لكم على الطبيعه. وعندي هنا المفروض ان هو هيكون في كومودينو، وعندي هنا هيكون في برضه سرير تاني بس هيكون اقل شويه، ده متر 30، ده متر 10. عندي هنا فوق كل واحد منهم سبوت طبعا. عندي هنا هيكون في التلفزيون، جنب منه التسريحه، عندي هيكون فوق منها السبوت بتاعها برضه طبعا، وهنا هيكون في التكييف. عندي هنا الدولاب وهيكون جرار، وهكون هيكون مقاسه 1.50 × 60. عندي هنا طبعا في التراس هيكون عندي ابليك هنا، عندي ابليك هنا، وطبعا في السقف انا لسه ما اشتغلتش فيه هوريه لكم برضو. المفروض ان هيكون في لمضه هنا، في فيشه بتخدم على اي حد ممكن يكون موجود هنا، في هنا فيشه بتخدم على اي حد ممكن يكون موجود هنا. طبعا الشقه مفتوحه، انا هقسمها من هنا بس هتتقسم من هنا بالشكل ده. هيكون في ستاره ابليك بس بعد ما تتشطب طبعا، هتيجي تركب في التشطيب بحيث ان انا ابقى عزلت المكان ده للضيوف فقط لو عندي حد. المطبخ بالطرقه فاضيه، اللي في المطبخ يقدر يخش براحته ويروح الحمام براحته. وهنا ده كله هيكون مقفول بستاره ليها ابليك ماشي مع الديكور، طبعا لسه هصممها. عندي عندي غرفة النوم، غرفة النوم هنا زي ما حضراتكم شايفين في العمود اللي احنا برضو هنوريه على اسمها، هيكون فيها تسريحة فوق منها سبوتين، هيكون في التلفزيون طبعا، التلفزيون هيكون واصل له النت، هيكون واصل له الدش، هيكون واصل له التليفون، كل ده تجميع في مكان واحد. عندي هنا الدولاب ده هيكون دولاب عادي، هو 2.5 متر في عمق 60. عندي السرير هيكون 1.60 × 2.10 متر. عندي العمود دوت طبعا هو انا مش هعمل حاجه غير ان انا هحط قدام منه العمود ده، انا هحط قدام منه العسكري. عندي هنا الغرفة البسيطة اللي هي او الغرفة الصغيرة بتاعت الاطفال. عندي هنا سريرين، السريرين 1.10 × 1.90 متر. بعد كده عندي دولاب 1.50 × 60 متر، ما بينهم هنا هيكون في مدينه برضو، فوق واحد كل واحد منهم في اسبوت. هنا هيكون في التكييف، وهنا المخرج، وطبعا عندي كل التكييفات، انا عندي 5 تكييفات في الشقة، كل التكييفات هتروح على البيبة بتاعة المطبخ. عندي برضو
عندي ايه تاني؟ عندي تي في هنا بيخدم على الانتري. عندي ان انا ممكن ابتدي ان انا اشرح. طبعا انا عندي الباب بتاع الحمام هيكون اورميتال، عندي الثلاث بيبان دول هيكونوا خشب، عندي حديد هنا في شباك على المنور هيكون في حديد طبعا من الخارج لان الاورميتال هيقفل عليه، عندي هنا هيكون في برضه حديد لان الاورميتال هيقفل عليه. في الاوضه الصغيره برضه نفس الموضوع، في حديد من بره والاورميتال هيقفل عليه. وطبعا انا هشتغل بي اس ميني عشان هو كويس وفي نفس الوقت مش مكلف بشكل كبير. عندي الجبسن الجبسن بورد طبعا هيكون في عندي ثلاث انواع للجبسن بورد، في جبسن بورد ايطالي، في جبسن بورد تركي، في جبسن بورد سعودي، في جبسن بورد جزائري وده ما حدش بيشتغله كتير. طبعا الجبس الابيض عموما ما حدش حتى لو ببلاش ما تشتغلوش لانه مش كويس وضعيف جدا وبيبوظ من الرطوبه، وهيديك شكل كويس. المنظر قدامك هيكون كويس بس مش عملي ومش هعيش معاك. فانا عندي ان انا ممكن اقل حاجه ان انا اشتغل من السعودي، اشتغل اخضر بس اشتغل عشان الحراره بتاعت السخان بالاحمر، واشتغل بالحراره بتاعت المطبخ بالاحمر هنا. ممكن اشتغل سعودي، ممكن اشتغل تركي، ممكن اشتغل ايطالي. طبعا الايطالي احسن حاجه، والتركي انا بالنسبه لي هشتغله هنا ان شاء الله. كده ممكن طبعا ده عمود، العمود ده انا هقفله وهيبقى عباره عن دولاب من تحت ادراج ومن فوق ارفف، وقدام منه هنا احط سبوت عشان يكون خدمي للدولاب دوت. حاولت ان انا استخدم العواميد على قد ما اقدر، حاولت ان انا استغل المساحات على قد ما اقدر. فانا دلوقتي ممكن اشرح لحضراتكم الشقه على الطبيعه وايه الحاجات اللي قابلتنا وازاي عزلنا. Let's go. وبعد كده هشرح حاجة بسيطة تاني. وأنا عندي هنا الديكتافون هينزل لحد بوابة الأمن، والتليفون هينزل لحد بوابة الأمن. عندي هنا ده السيستم القديم اللي عامله البورد، وهو العداد القديم. وطبعا الجزء ده مش العدادات اللي احنا استلمناها اللي هي العدادات الكارت الجديدة. طبعا كان لازم إن أنا أغير طبعا الشاشة. انا كبرت العلبه وحطيتها بشكل ان يكون عندي الاعداد الكارت شغال مفيش اي مشكله عندي. وهنا عندي برضو مخرج للديكتافون عشان الديكتافون اقدر احطه ان هو لاي حد يبقى عارف مين اللي عندي تحت على الباب وعارف مين اللي عندي قدام الباب. وده عندي طبعا باب مسطح تركي قشطه طبيعي، باب جميل وشيك جدا. المفروض عندي الباب انا ركبته قبل المحاره عشان